محددين من قبل الدفاع، والدفاع في الجلسة السابقة طلب شهودا بعينهم دون غيرهم من باقي الشهود، وارتأت الهيئة الموقرة الاستجابة لذلك علما بأن الدفاع قد جهز أسئلته لتلك الشهود. وحينما اطلعت النيابة العامة بدورها في ذلك أتى الشهود دون ما تأخر. أما فيما يخص باقي الطلبات وهي التي قام الدفاع بإبدائها فهي جميعها متعلقة بالاختصاص الوظيفي للمتهم، والاختصاص الوظيفي للمتهم ثابت بالأوراق وفقا للقرارات التي أرفقت من وزير الصحة بتفويض المتهم في بعض الاختصاصات، فهي ثابتة في الأوراق. أما فيما يخص مخاطبة القوات المسلحة بشأن أسباب انتهاء خدمة المبلغ أو الشاكي في تلك القضية فنحن ننازع فيه يا سيادة الرئيس، فهو أمر غير متعلق بالدعوة تماما. احنا بنلتمس من الهيئة المقررة أرد ولا تبقى مرافعة؟ أرد ولا حضرتك تبقى دخلنا في مجال المرافعة؟ سيادتك عايز تسمع الشهود ولا مش عايز تسمع؟ لا أفندم؟ لا أنا رد على الطلب، رد على تعقيب النيابة، فيما يتعلق بالشاهد الأول اللي بنقول إنه مش متعلق سيرته الذاتية أو كيانه الشخصي مش متعلق بموضوع الدعوة، فيما أعلم في القضاء المصري أنه متعلق. الشاهد له مواصفات، شهادة الشاهد لكي تستقر في ميدان القاضي زي ما قال ربنا وزي ما قلتم أن يكون شاهد عدلا. يا حضرتك اللي انا طلبتها من القوات المسلحه وحضرتك ما صرحتليش بيها سيادتك تجيبها بالمعرفه افندم هجيبها منين؟ ما نعرفش حضرتك المحكمه ما بتصدقش ان الجيش يوصل كده انا بتعذر على ايه؟ يعني الراجل كان في الجيش وخرج، انا ايه علاقه بالكلام ده؟ ما عليك ما عليك.